رجعت خاطر ظروف تشجع الحقيقة، معناها فما عقلية متغيرة نوعا ما على مواسم سابقة. اليوم الاتحاد المنستيري أحباء وإدارة ولاعبين، فما عقلية الانتماء، فما حب الانتصار، فما عقلية التحدي. فريق معناه أي مدرب يتشرف أنه باش يكون على رأس الإدارة الفني، وهذا اللي شجعني باش نكون أنا في المرحلة هذه، وإن شاء الله نواصلوا ونزيدوا ندعموا معناه النجاحات نتاع الفريق. إن شاء الله باش نكونوا في مراتب متقدمة، نحافظوا على السمعة الموجودة اللي تكونت معناها ترجمت في الزوز مواسم الأخيرة، نحاولوا نحصلوا على مشاركة قارية أخرى، مشاركة عربية، كأس تونس كالعادة، بطولة تونس. هذم الكل الأهداف اللي معناها من باب الطبيعي جدا ومن باب العقلية الاحترافية والطموح العالي لازمنا معناها نسعى باش نحققهم. بيان سور اللاعبين مساندة نتاع أحباء، هي المديرة لازم تحط الإمكانيات، والناس كل معناها تحاول أنها توفر معناها سبل النجاح. الإدارة الفنية كلهم كفاءات، معناها سي صابر بن جبرية مساعد صحيح أول مرة مش نخدم مع بعضنا، لكن عنده تجارب معناها ثرية، مر على المراحل الكل، عنده تكوين معناها في المدرسة الفرنسية، درب حتى في تونس، وكل درب مع مدربين كبار كيما سي لطفي البنزرتي، سي يعقوبي، سي فتحي جلالي، هذا معد بدني معناها ذو كفاءة عالية، عنده عدة تجارب في الخليج وفي تونس في البطولة الوطنية. سي قيس مخلوف معناها كان لاعب معناها مهم جدا في هذا المنستير، يعمل مواسم متميزة ولعب حتى في أولمبي الباجي، اليوم معنا في الإطار الفني باش يكون مساعد ثاني. سي اسكندر العقبي اللي هو أخصائي إحصائيات ومتابعة وتحليل مباريات. مازال القرار في المدرب الحراس، ان شاء الله في الايام القادمه هذه عندنا بعض خيارات وان شاء الله نحدد. اليوم انا فرحان برشا وسعيد انه قال اختيار على شخصي، ووثق انه ان شاء الله باش نعملوا موسم ناجح.